أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بعد الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراءات التصويت الإلكتروني على الجوائز. وبلغت قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200,000 جنيه وعدد من الميداليات الذهبية. وبلغ عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة 10 جوائز، 3 للفنون، 3 للأداب، 4 للعلوم الاجتماعية. وقد أنشأت الدولة هذه الجوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية منذ عام 1958 لتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والأداب. مرحبا بحضراتكم من جديد. والحقيقة الكتاب اللي في ايدي ده العنوان بتاعه العناصر الموسيقية الشعبية المرتبطة بالبيئة النوبية، وبين قوسين كده الطنبورة نموذجا. احنا لما بنيجي نتكلم على افتخارنا بفنوننا والفلكلور بتاعنا وثقافة المصريين في الموسيقى، لما تيجي تبص كده على كل الحقيقة محافظات مصر هتلاقي عندها طابع معين، عندها آلة معينة، عندها كمان زي معين. لما بنيجي نتكلم مع الأجيال القادمة، بنيجي نتكلم على فيما سبق وفيما هو قادم، ليه إحنا بنحافظ على ده؟ وليه إحنا دايما مستمرين في التطوير لكن يعني محافظين على الأصل؟ ده بيفرق كتير قوي. زي ما أنا قلت لحضراتكم، من ليس له تاريخ ليس له حاضر. تاريخنا بنفتخر بيه طول الوقت وحنستمر في الافتخار بهذا التاريخ. ايه التجديد اللي بيحصل؟ المجتمعات المصرية، ايه التحولات اللي حصلت فيها؟ ليه بنحافظ على ده؟ خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم. برحب بالاستاذ محمد ابو شنب، الكاتب الصحفي والكاتب والباحث في مجال الدراسات الشعبية. واعتقد انه صباح الخير الاول صباح محمد. صباح النور يا فندم. دراسة الانثروبولوجي او علم دراسة المجتمعات هي من الدراسات الشيقة جدا يعني. بالظبط. كلمني الاول عن حصولك على هذه الجائزة بهذه الدراسة. والله يا فندم، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. مصر جميلة باهلها وناسها الطيبين. صحيح. مصر جميلة بتنوع ثقافتها وعراقة حضارتها. مصر جميلة بثراء معالمها ومعابدها. مصر جميلة بناسها وبتنوعها الثقافي. صحيح. لأن هي بتحتضن العديد من المجتمعات المحلية، اللي وكل مجتمع محلي بيتميز بثقافة خاصة زي ما حضرتك تفضلت في البداية، وكل ثقافة بداخلها فيها تنوع أصلا ثقافي. طيب. بيميز غير عن بعضها. طيب أنا بكلم أكاديمي يا جماعة والحقيقة دارس، ولما حضراتكم تطلعوا على هذه الدراسة هتلاقوا يعني مجموعة من الأبحاث الحقيقة في كل المجالات الشعبية، خاصة في الآلات الموسيقية القديمة لكل فولكلور يعني. بالظبط يا فندم. احنا من الدول القليلة جدا اللي عندها هذا التنوع الثقافي، مظبوط؟ بالظبط يا فندم. هو يعني اللي بيميز مصرنا الحبيبة زي ما قلت في البداية، ان احنا عندنا يعني الحمد لله مصرنا العظيمة بتحتضن مجتمعات مختلفة طبقا للبيئات. في بيئة ساحلية، في بيئة نيلية، في بيئة صحراوية. صحيح. وكل مجتمع أو كل جماعة إنسانية عايشة في هذه البيئة طبعا بتنتج ثقافتها الخاصة بها وبتتلقيها في نفس الوقت. وهنا بخصوص الكتاب المتواضع اللي بين ايدي حضرتك ده، دي دراسة أنا قمت بيها عن آلة التنبورة. والآلة دي هي آلة موسيقية شعبية وترية نوبية مصرية قديمة. بترجع تعتبر حديثة التكوين من آلة مصرية قديمة جدا تسمى بالقنارة بالعربية. وكانت بتسمى باللغة المصرية القديمة كنر، وبالعبرية كنور. وموجودة في منطقة النوبة وخاصة في المناطق الجنوبية، يعني منطقة النوبة ومنطقة حلايب وشلاتين. ومنطقة حلايب وشلاتين. وبتعرف بالطنبور أو تنبور، اللي هي البطن المجوف. البطن المجوف. والآلة دي طبعا يا فندم هي آلة مصرية وشعبية قديمة جدا طبعا. وزي ما حضرتك ده الكتاب مع حضراتكم، وده اسم الرسالة. تفضل يا استاذ محمد. انا مع حضرتك. لا تفضل. وزي ما حضرتك تفضلت في البداية، ان يعني من منا لا يحب الحديث عن ثقافته وتراثه الماضي، لان هو فعلا هو شيء بيؤدي الى استكمال. طيب. خليني اقول للساده المشاهدين، ما اعرفش هيكون في صوره للاله دي معانا مع الاخراج ولا لا، لكن في نقاش قبل ما اخش الهواء فقريت الطنبوره، ف
فسالت الحقيقه زميلتنا همت في الاعداد اللي قالت لي ده شكلها، طلع شكلها شكل السمسميه. أيوة. وهي دي من الفلكلور البحري. أيوة. صحيح اللي هو منطقه القناه. شكلها تماما يعني بالزبط. الاختلاف الاختلاف يا فندم هو في البدايه يعني لو حضرتك يعني تمعنت في في انتشار هذا العنصر الثقافي اللي يجيبه من اقصى الجنوب لاقصى الشمال بالظبط مثلا. طبعا حضرتك تعلم جيدا ان اثناء حفر قناه السويس كان ابناء الشعب المصري عامة بيشاركوا في هذا الحدث العظيم. سلام، هي بدأت من هنا. طبعا كان موجود بعض الجماعات الإنسانية من النوبيين. فأثناء حفر قناة السويس في نهاية اليوم كانت كل جماعة ثقافية بتنتمي لثقافة معينة كانت بتحب ترفه عن نفسها باستخدام بعض الآلات الموسيقية بتاعتها بتاعتهم اللي هم جايين بيها. فطبعا أثناء الاختلاط أو التنوع الثقافي ما بين ابناء عموم الشعب المصري فاقتبست الفكره التنبوره من حيث الشكل. ومن هنا بدات منتشره في مدن القناه اللي هي بورسعيد اسماعيليه السويس، ولكن اصلها هي اصلها نوبيه وكان مصريه قديمه. وطبعا ده يدل على مدى انتشار العناصر الثقافيه اثناء هجره او انتقال بعض الجماعات الانسانيه من مكان الى مكان اخر. يا اخي خليني استخدم برضو يعني شويه المعلومات اللي عندي عن الثقافه الموسيقيه. يعني السلم الموسيقي في النوبه هو سلم خماسي، الخماسي الهارموني الافريقي الافريقي. أيوة. السلم الموسيقي بعد ما عدينا خلاص الجنوب المقامات اللي هي الصغيره والكبيره او المستوى العظيم بالظبط، ولكن تطويع الآلة والإنسان المصري. أيوة. ده الحقيقة عبقري الحقيقة في الجزئية دي. يعني أنت لما تسمع الطنبورة بسلم موسيقي مختلف تماما. تمام. اتعملت ازاي؟ تمام. ده انا هقول لحضرتك على حاجه كمان برضك بخصوص هذا السياق. في منطقه النوبه، في المناطق الحدوديه، في منطقه النوبه على ضفاف نهر النيل ومنطقه حلايب وشلاتين في نفس المنطقه الجنوبيه ولكن على البحر الاحمر. والبيئه بتاعتها بيئه صحراويه. لو حضرتك سمعت الايقاع على نفس الاله اللي هي بتختلف في مسمياتها، يعني في النوبه اسمها كسر بالنوبيه كسر. في منطقه حلايب وشلاتين اسمها باسنكوب. هي الاله. هنا اختلفت اتفقت او ثبتت الاله على الشكل ولكن اختلفت في المسميات. وبالتالي اختلفت ايضا في الايقاع اللي هو مصاحب للبيئه. فالايقاع في منطقه حلايب وشلاتين ايقاع حاد سريع بتمارس عليه بعض الرقصات الشعبيه التي تكون اللي بيطلق عليها رقصات الحرب. بيتم استخدام السيف والدرع وبيجي شخصين بشكل يعني ايه شكل زي المبارزه كده. ومع استمرار العزف على هذه الاله في منطقه حلايب وشلاتين بيتم الاداء اللي هو فن الاداء الحركي اللي بيتمثل في الرقصات الشعبيه. في الجهه الاخرى في منطقه النوبه نفس الوضع ولكن ايقاعها هادي نيلي. بيتم بعض الرقصات اللي معروفه مثلا زي رقصه الاراجيد او بعض الرقصات الاخرى المعروفه برقصات الكف. بيتم الكف اللي هو تصويت بالايدي او دق الاقدام على الارض. مجموعه بتخرج من الشباب ثم بيتم التصفيق بالايدي ودق الاقدام على الارض، واحيانا بتكون في احدى السيدات يعني امامهم يعني وبتكون مغطيه وشها. وده يمكن احنا يعني اجتهدنا جدا في مصر جميله. أيوة. في شهر رمضان المبارك كنا بنتكلم، مش ده اللي قبل، كنا بنتكلم على الفنون الافريقيه بالزبط. وجبنا فرق افريقيه كانت ده الطابع بتاعها في الفنون بتاعتها. أيوة. اللي هو بيستخدم اقدامه، بيستخدم التصفيق بالايدي ودق اقدام الارض. وده موجود يعني. طيب اعتقد انه حجم المراجع اللي حضرتك استخدمتها. أيوة. الاله دي الاول فرعونيه مصريه قديمه. مصريه قديمه يعني ظهرت في الدوله المصريه الوسطى ومنها بدات تنتقل حتى وقتنا هذا. لحد هذه اللحظه بتستخدم في منطقه النوبه وبتستخدم ايضا في منطقه حلايب وشلاتين وما يليهما جنوبا. واخده طبعا كل الدول اللي في شرق افريقيا عامة وشرق السودان ثم الدول الموجودة في شبه الجزيرة العربية من البحر الأحمر. وده طبعا ده يدل على مدى الهجرات اللي تمت عن طريق البحر. حتى بعض العازفين على هذه الآلة في الدول العربية هم أصلا أساسهم جذورهم إفريقية. جذورهم أساسا إفريقية الأصل وموجودة في شمال إفريقيا منها على سبيل المثال المغرب. ولكن بالرغم من ثبات الآلة من حيث الشكل إلا أنها بتختلف في الإيقاع الموسيقي اللي بيتم أداءه، وبتختلف أيضا في الرقصات الشعبية اللي بيتم أو اللي بتصاحب هذه الآلة، وبتختلف أيضا في الأغاني. وكل ده الاختلاف بيرجع لاختلاف الثقافات أو اللهجات أو اللغات اللي بيتحدث بها أهلها باستخدام هذه الآلة. واسمح لي أقول لك حضرتك بس بخصوص الآلة والأداة، يعني دي تعتبر أداة وليست آلة، لأن يعني لو احنا تركناها بمفردها مش هتقدر تقوم بأي شيء. فالإنسان بيستخدم الآلة دي الآلة الأداة الموسيقية بحيث
بحيث يخرج يعني يصدر منها الأصوات الإيقاعية اللي بتصاحب بعض الفنون الشفهية أو العبارات الشفهية المتمثلة في نصوص الأغاني أو بعض الفنون الأخرى زي الفن الأداء الحركي الرقصات الشعبية. يعني أنت بتكلمني عن تأثير المصري القديم والحديث أيضا أيوه. في وجود حجم هذه الفنون، لأنه هو اتولد بطبيعته بالزبط. هو يعشق هذه الفنون طبعا يعني. يا فندم يعني طبعا. يعني قد كده احنا مؤثرين في العالم طبعا يعني حتى في بعض المقولات يقول لك يعني يعني اذا اردت ان تعرف مدى تقدم شعب فاسمع الى موسيقى موسيقاها طبعا فالموسيقى الفنون لغة عالمية بالضبط فهي لغة بتخاطب احاسيس الانسان ومشاعره ووجدانه والالات الوتريه او هذا النوع او هذا التصنيف الثالث من الالات او تدرج الالات الموسيقيه من الالات الايقاعيه ثم الات النفخ ثم الات الوتر اللي هي الوتريه دي تعتبر المرحله الثالثه والاخيره من تدرج صنع الانسان او وصول الانسان لمعرفته بالالات الموسيقيه الشعبيه وهي بتخاطب المشاعر والوجدان وبالتالي بتجذب اليها الجماعات الانسانيه لان هي ليها دور وظيفي فكل عنصر ثقافي لازم يؤدي دوره الوظيفي طبقا للجماعات الانسانيه. احنا معانا صور اهي لاله الطنبوره ايوه بالظبط على الشاشه بالظبط دي اصلها تاني بكرر كلام استاذ معانا ان دي اصلها مصري مصري قديم قديم ايوه كانت تعرف بكنر بالمصريه القديمه وكناره باللغه العربيه. استخدامات بقى المواد الخام المصنوعه منها ايه؟ طبعا احنا لما بنيجي نقول اله موسيقيه شعبيه اذا ان هي موجوده او مكوناتها المحليه نابعه من البيئه بتاعتها صحيح اي ان ما فيش اي عنصر ثقافي او اي شيء اخر مستحدث في صناعه هذه الاله او بيتم جلبه من منطقه لمنطقه اخرى فبالتالي حضرتك يا فندم لو جيت بصيت على الاله هتبص تلاقيها هي عباره كانت بتصنع في الماضي من من الخشب اللي هو الشجر المجوف عباره عن اللي هو الصندوق المصوت ثم بيتم يعني الغطاء او الغشاء اللي فوق من جلد البقر او الماعز صحيح. وبيتم فيه ثقبه بفتحات غير يعني يعني غير يعني متساويه غير منتظمه عشان يقدر يخرج بالظبط لخروج الصوت وبالتالي بيخرج منها خمس اوتار وهم الخمس اوتار اصلا ليهم علاقه ب يعني علم الفلك والنجوم طبعا الخمس اوتار هم الانسان المصري القديم في الماضي كان لما بيجي يراقب الظواهر الطبيعيه ما كان يعني ما كانش يعرف لها تفسير ولا يقدر يعني يقدر يعلل اللي مره يلاقي الحاجات اللي الظواهر اللي كانت بتحصل في الكون مره يعيش في نفس اليوم مره بالنهار وبعد كده بتغرب الشمس فيلاقي القمر فالظواهر الطبيعيه دي قعد يعني فتره كبيره جدا يراقبها وبالتالي بدا من هنا بدا يراقب حركه النجوم ومنازل القمر وكان اول ما شاف بيشوف ثلاث كواكب وبعد كده خمس كواكب اللي هم المريخ والزهره وعطارد وزحل وهم خمس المعبودات المصريه القديمه اللي هي ايزيس واوزوريس وست ومنفيس وحورس وبالتالي الاله دي اصلا تلاقي حضرتك خارج منها خمس اوتار فقط منذ ما منذ بدايتها او انتشارها وجودها من الدوله المصريه الوسطى وصولا الى عصرنا الحالي ولا زادت وضر ولا قلت علم الفلك هم برضو المصري القديم المصري يعني المصري يعني وفي مغالطات تاريخيه بتقول انه اليونان هم اول لا 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 لا, 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 لا في شواهد في شواهد وممكن اقول لحضرتك عليها شواهد ماديه ملموسه موجوده بتدل على ان الانسان المصري القديم هو اول انسان يعني كان يعني بيراقب موضوع علم حركه النجوم وعلم الفلك وبالتالي اصلا العلم ده جاله من خلال المناسبتين اللي هو كان بيحتفل بيهم اللي هي موسم الزراعه وموسم الحصاد اللي مرتبطين اساسا بنهر النيل وبنجم الشعراء اليمني اللي هو اللي كان يطلق عليه زيرس. خلينا نروح لسؤال ربما يدور في ذهن المشاهدين وهو ايه اللي بنستفيده من التوثيق وعلم هذه الدراسات عشان نقدر نستفيد منها تمام. يعني حضرتك مثلا الدراسه دي اخذت منك قد ايه؟ يعني خدت مني تقريبا بتاع 3 4 شهور حقيقة. 3 4 شهور بس ما بين عمل مستمر طبعا دراسات ميدانيه زيارات ميدانيه للمتاحف وما الى ذلك وبالتاكيد يعني مستوفاه ايه اللي بنستفيده من ده وليه احنا بنوثق فولكلورنا وتاريخنا خاصه في كل المجالات الحقيقه تمام يا فندم اولا حضرتك حياتنا كلها اصلا قائمه على التوثيق بس ممكن نكاد يكون احنا يعني ما بندركش ده او بنلاحظ الطفل الصغير المولود عشان نثبت تاريخ ميلاده فبنعمل له شهاده ميلاد صحيح. ثم يمر بعد ذلك الى خروج اللي هو البطاقه والهويه بتاعته ومش عارف ايه وبعد كده الزواج لازم نوثق سمه الزواج حتى في وفاته بيخرج شهاده الوفاه فاذا الحياه اصلا بتاعتنا اساسا العاديه اليوميه هي اصلا قائمه على التوثيق فما بال حضرتك بقى بالتراث اللي بيحمله الانسان عبر الزمان واينما يكون يعني حضرتك مثلا انا ممكن انا دلوقتي نوبي
وجاي والنوبه تبعد مثلا عن القاهره ب 1350 كيلو. انا لا بتلاقيني مثلا في بعض الكلمات او بعض الممارسات الثقافيه لما انا عاوز امارسها همارس ثقافتي اللي تبعد عني في المكان. فالانسان هو حامل للثقافه اللي بينتمي اليها وبتنتمي اليه. وبدون توثيق الشيء نفسه حضرتك بتفتقد العنصر الثقافي، لان من الطبيعي ان كل المجتمعات الانسانيه عامه في شتى بقاع الارض بتمر ببعض العوامل او التغيرات اللي بتقعد تطرا عليها سواء بفعل الانسان او خارجه عن اراده الانسان. الحقيقه عايز اقول لك حاجه يا استاذ محمد، يعني الحقيقه انا بشكل شخصي استفدت جدا من الحقيقه اداره حضرتك، بارك الله في حضرتك، للحوار والدراسه، بارك الله في حضرتك. واعتقد كمان انه ده جزء اصيل موجود، وزي ما بنقول دايما ان احنا مؤثرين في كتير من طبعًا المجتمعات طبعًا، ومؤثرين كمان في عملية النهضة المستقبلية طبعًا التطوير طبعًا اللي طول الوقت بيستمر، انت كنت بدايته ودي بتفرق كتير قوي يعني. ايوه صح استاذ محمد، الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا، مجهود رائع وتستحق جائزة دولة التشجيعية الحقيقة، ربنا يخليك، لانه زي ما بنقول دايما انه ابناء مصر بكل فكرهم بالتأكيد لازم تكون الدولة أول من يشجع هذه الحقيقة القامات العلمية والعملية. أشكرك شكرا جزيلا، متشكر جدا لحضرتك يا فندم، وبارك الله في حضرتك، وصباح جميل على كل أبناء مصر. يا رب على مصر، ده تاريخنا ودي بلادنا، وزي ما بنقول دايما افتخروا دايما بتاريخكم وافتخروا بحاضركم وما يحدث في مصر من بناء وتنمية، ده ما حصلش قبل كده منذ عقود الحقيقة يعني. لكن في الآخر خلينا دايما نتواصل مع بعض ونشوف إن بكرة أفضل بكتير أوي. إلى اللقاء.